بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الهدى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في حلقة جديدة، واليوم سنتحدث عن مفهوم جميل، مفهوم طيب إيجابي جدا، وكلنا نحتاج إلى هذا الخلق حتى تمتلئ قلوبنا من القناعة. والقناعة اسم جميل واسم أو مفهوم عظيم جدا، الإنسان مرتبط ارتباطا وثيقا بالقناعة، فإذا قنع بما آتاه الله سبحانه وتعالى فهو في سلامة في أمن. أما إذا مشى خلف الجشع وخلف الطمع، وأنتم تعلمون أن أغلب المشاكل في الدنيا وأغلب الجرائم كلها سببها أو أغلبها سببها عدم القناعة، إما عدم القناعة بوضع الاجتماعي أو عدم القناعة بما آتاه الله من بيت، من زوجة، من مال، من منصب، عدم وجود قناعة حقيقية. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام قال قد أفلح، قد أفلح، هذا صحيح في صحيح مسلم، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. أفلح من أسلم أي دخل في الدين، وهذا لا بد منه، ورزق كفافا، الله كفاك ما تحتاج أنك تطبع وتزيد، ويعني أقنعه أو قنعه الله بما آتاه، أي بما آتاه من منصب، من زوجة، من عيال، من أموال، من بيت، من سيارة، من كذا. فإذا القناعة كما يقولون في الماضي، يقولون القناعة كنز لا يفنى، أي لا ينتهي. ما معنى القناعة كنز؟ كنز أي كفاية، أنت عندك كنز في قلبك وهي القناعة، بينما الآخر يمكن عنده أموال الدنيا ما عنده قناعة، عنده يبي يأكل الأخضر واليابس، يبي يجمع الذهب والفضة وكل شيء. ومن هنا يقول عليه الصلاة والسلام قال لو كان لابن آدم واديان من ذهب، الحمد لله ما جربنا لا ذهب ولا وادي ولا كذا، لو أنت صار عندك وادي من ذهب أو وادي من فضة شو حسوي؟ والله شوف أنت ليش تتكلمون تقولون فلان عنده فلوس عنده خير ما يشبع لأنه شاف هالأموال وطمع. قال لو كان ابن آدم واديان من ذهب أو واديان من فضة لابتغى ثالثا، ولا يملأ فاه ابن آدم إلا التراب. ما يملأ فاه ابن آدم، طمع، جشع، ما يقنع بما آتاه الله سبحانه وتعالى. الحمد لله انت ايش، انظر الى بعض الدول، انظر الى اللاجئين في دول مثلا اللي حصل فيها الحروب والمشاكل، شوف مساكين وين عايشين، والله خيام، وبعضهم في العراء يفترشون الارض ويلتحفون السماء. فالحمد لله انا ما عجبني الاكل اليوم، يعني بعض الابناء طلبوا لي من المطعم، انا ما يعجبني الاكل اللي يسوونه، ما يعجبني. انت يا اخي وين جالس؟ غيرك مو لاقي حتى. انا شفت مقطع لطفلين من هاللاجئين في بلاد الشام جالسين عند عزكم الله درام نفايات وكابينه في الارض، ولا لقوا خبز يابس ومعفن. فواحد يقول للثاني، يقول هذول الناس ها بطرانين، طفل يمكن ما عنده 6-7 سنين، يقول للثاني هذول الناس بطرانين يكبوا الخبز في مكب النفايات او في مكب، يعني بطرانين. تعال شوف اللي عندنا، اللي ما عاجبه الاكل والعيش والرز واللحم والدجاج، انا ما احب الدجاج، انا ما احب اللحم، انا ما احب السمك، ما في قناعه. احنا لعودناهم على الاكل القليل البسيط حتى يكون عنده قناعه، لكن احنا العكس، اطلب مطاعم، طلبوا شو اللي تبون، ها ما يعني اقصر معاكم، انت غرقت عيالك ترف في ترف لما اصبحوا متخمين مترفين ما ادري ايش. طيب وكل عيالك عليهم بالعافيه، عطهم لبسهم عليهم بالعافية. أنا ما أتكلم ضد أنك توكلهم وتلبسهم، وأنت بعضهم يعاندون لا 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 أنا بوكل على عيالي وبشبعهم، شبعهم، لكن تعلم أن من وين تأتي الأمراض، من وين هو من داخل ما يصير عنده قناعة. يعني بعض البنات، بناتنا لما يكونوا تتزوج تقول والله أنا ما تعلمت أني أدخل مطبخ، ما تعلمت أطبخ، ما تعلمت، ما تعلمت شو أسوي، ما تعلمت أخيط ثوب شيء، ما تعلمت.
هي تقول ما تعلمت. ودها تتعلم، ليش ما تعلمونها؟ ليش ما تعلمون التواضع؟ ها ليش؟ شوف الأم المثالية اللي هي اللي وصت بنتها في ليلة الزواج ويتعلمها إن شلون تخدم الزوج. البنت القنوعة، والله القناعة كنز لا يفنى أي لا ينتهي. في قصة قرأتها من كتاب، ذلك صاحب الكتاب ذكر قصة رجل في بغداد، أعتقد في بغداد أو على شط على الدجلة، نهر دجلة. كانوا إذا أراد أن ينتقل من مكان لمكان واحد، ها يشوف له مركب ويركب يعطي المكسوم ويوصله إلى الضفة الثانية. المهم هو راكبين في المركب، شوفوا عدالة السماء، وباصي في المركب فنطت سمكة، يعني في سمك النهر عند في نشاط قوي شوي زيادة، وشوفوه في الأفلام الوثائقية، نطت سمكة داخل المركب. فش قالوا؟ قالوا يا جماعة احنا مشوارنا طويل، لو احنا وقفنا في الضفة الثانية وطبخنا السمكة وناكلها ونريح ونكمل. هذا صاحب المركب. المهم لما وصلوا الضفة الثانية انزلوا، ما زالت السمكة في المركب والسمكة حية إلى الآن. في لحظات وهم دخلوا يدور لهم مكان يجلسوا فيه، لقوا رجل مقيد وهو يعني ملقى على الأرض، ورجل طايح على صدى ميت، شلون؟ وبيده خنجر، شلون؟ المهم هذا المستلقى على الأرض حي، وهذا اللي صعد فوق ظهره ميت، يعني مبين هذا القاتل، لكن كيف هو اللي يموت والخنجر في يده؟ فلما فكوا قيده قالوا ايش بالك يا رجل؟ قال والله انا كنت في يعني ماشي مع جماعه ناس، وواحد دليله يدليهم مكان يعني المدينه، فواحد طمع، واحد طمع، هذا اللص طمع فيني، وانا كنت غني، يقول كنت غني وطمع فيني هذا اللص، فلما خلاهم يمشون شوي فوثب علي، فانا اصبحت يعني مستلقى على الارض، فوثب على صدري وهو يسحب الخنجر من الحزام، كانوا يلبسون الفلاحين حزم، فسحب الخنجر فبدل ما هو حاول فطعن نفسه ومات. هذه نتيجة الجشع. طبعا كل هذا اللي حصل في دقائق معدودة، فلما رجعوا إلى السفينة وإذا بالسمكة نط وطاحت في البحر، ردت مرة ثانية عفوا النهر. فالقناعة كنز لا يفنى، بالقناعة تحفظ نفسك وتحفظ بيتك وعيالك. هناك من الناس يقول والله أنا مو عاجبتني السيارة، ليش ما عجبتك ابني آدم يا حبيبي؟ قال والله السيارة هذه كحيانة، السيارة توصلك ولا ما توصلك؟ قال توصلي خلاص انت. وهذا اللي يقول مو عاجبتني الزوجة، ليش مو عاجبتك الزوجة؟ والله مو جميلة. الحين اكتشفت مو جميلة الآن، والله الزوجة يعني خلاص طاب خاطي منها، طاب خاطك منها. طيب ليش انت تزوجت أساسا؟ أو والله الزوج ما يعجبني. ليه؟ لأني أنا سويت تكميم وضعفت، وهالزوج هذا ما أصلح له، حصت حلوة جميلة ما عاد أصلح. أنا أقول لكم كلام واقعي مو كلام وهمي ولا ألف من عندي، هذا كلام بعضهم طلقت بسبب عمليات التكميم. روحوا شوفوا وزارة العدل، احنا قابلنا في عندنا برنامج ثاني إذاعي، قابلنا واحدة مديرة الاستشارات الأسرية تقول من ضمن معدلات الطلاق هو التكميم، كممت نفسها خلاص قالت بتطلق، أنا صرت حلوة، صار جسمي حلوة، كان أول يعني ما يستاهل امتينة، يوم صارت ضعيفة ما عاد تبي رجل هذا. يعني إذا القناعة شيء عظيم، خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك إلا راحة البدني، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفني؟ وشو المقابر؟ ترى شو مليانة بشر. يعني الدنيا مهما كان واحد مر على الثاني، قال أين العمار؟ قال العمار من هنا، قال من هنا؟ هذه مقبرة. أنا أقول لك العمار يعني المدينة، قال ما هو هذا العمى، كل اللي في المدينة سيأتون إلى هذا المكان، راحوا. شوفوا اللي ملكوا الدنيا وبكل ما فيها شو راحوا فيه؟ هل واحد خذ منهم فلوس، خذ ذهب؟ لولا ستر العورة حتى الكفن ها ما يكفنون الميت، لولا ستر العورة. فاقنع لما الله عز وجل يرزقك المال، يرزقك البيت، يرزقك الوظيفة، يرزقك حياة، عندك معاش غير ما عندك، كل يوم اشتغل، كل يوم حك جلده العمل والمرض والشمس والريح والبرد، والحمد لله أنت عايش وعندك تقاعد وعندك مال. المهم أنك تطمع للأحسن،
احنا ما نقول، لكن لا تطبع، اطبع اشتغل، اجمع مال، اجمع كذا، لكن لا يصل لحد الطمع. كن قنوعا. النبي صلى الله عليه وسلم يختصر لك الحياة كلها في ثلاث جمل، قال: من كان آمنا في سربه، عند الأمن النفسي نفسه آمنة، معافى في بدنه، يعني عند الأمن الجسدي ما في أمراض، عنده قوت يومه، بس قوت يومه بس اليوم، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. اللي عنده قوت اليوم وآمنا في سربه، في بيته، في بلده، في مكانه، عنده قوت، يعني معافى في بدنه، ما فيك أمراض، احمد الله سبحانه. حتى اللي فيه أمراض احمد الله سبحانه وتعالى، ما يكون مرض أقوى من كذي، أو يكون شد عليك أعظم من كذي. المهم أنك ربي نفسك على القناعة. مو شرط كل يوم تأكل أكلات كبيرة كثيرة، مو شرط تلبس أغلى الملابس، مو شرط تركب أحسن سيارة، مو شرط تسكن أفخم بيت. أنت ربي نفسك، ربي نفسك بنفسك، وتجد أولادك يقتدون بك. احنا انا اقول لكم شيء، اللي الناس اللي عاشوا قبل شوي، خلينا نقول جيل السبعينيات ولا الستينيات او حتى الثمانينات، شوف كان اول احنا اغلب ما ناكل اكل البيت، والله عندنا قناعه، احيانا باليوم ناكل وجبه واحده، باليوم ناكل موجود، مو كل يوم لحم ولا كل يوم سمك ولا كل يوم دياي، ناكل اكل موجود، وكان وزاره التربيه جزاهم الله خير يقدمون لنا هالوجبه في المدارس، بس نكتفي، ما كان عندنا هذاك الوجبات. لكن الحين لما دشت الوجبات السريعة وكذا، أنا ما أقول حرام، كله واحد وعليكم بالعافية، دشت الوجبات والمطاعم، صار الناس يعني تستهين بأكل البيت، وبعضهم يستقبح إذا أهله طابخين. والله طابخين اليوم دياي، أنا ما أحب الدجاج، فلان طابخين لحم، ليش ما سو، أنا ما أحب، ليش ما سويت سمك، وكل واحد. المهم عيش حياتك قنوع، عيش حياتك قنوع، والله ترتاح، ولا تطمع فلان ايش معنى هذا وايش معنى هذا وهذا عنده وهذا عنده، لا تطالع غيرك. اختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: لا تنظروا الى من هو اعلى منكم، ولكن انظروا الى من هو اسفل منكم، فهو اجدر الا تزدروا نعمه الله عليكم، عشان ما تحتقر نعمه الله عليك. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله.